السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معدنا مع درس جديد في التربية الدينية الإسلامية بعنوان الصدق والأمانة، وهنحكي مع بعض قصة الصدق والأمانة. في يوم من الأيام وجد زياد في أثناء لعبه محفظة زرقاء ملقاها على الأرض. يا ولاد، النهاردة زميلنا زياد وهو بيلعب وجد محفظة زرقاء على الأرض، فكر ماذا يفعل. عد زياد النقود فوجدها تكفي لشراء دراجته التي حلم بها. يا ولاد، في يوم كان زياد بيفكر وبيحلم ان هو يشتري دراجة، ولما عد النقود الموجودة في المحفظة الزرقاء وجد انها تكفي لشراء الدراجة. طب ايه رأيكم، ياخد النقود ويشتري بيها الدراجة؟ طيب يلا بينا نشوف هيعمل ايه. جلس زياد على كرسي ووجد رجلا يسأل عن محفظة زرقاء. هنا بقى لما جلس زياد على الكرسي وجد رجل يسأل عن المحفظة الزرقاء. طب يا ترى هيعمل ايه؟ ايه رأيكم؟ فكر زياد، هل يحتفظ بالمحفظة لشراء دراجته أو يعيدها للرجل؟ طب يا حبايبي، لو كل واحد فيكم مكان زياد يا ترى كان هيعمل ايه؟ صحيح، برافو، شاطرين، لازم نرجع المحفظة لصاحبها. وهو ده اللي عمله زياد. قرر زياد إعادة المحفظة للرجل ففرح بها فرحا شديدا طبعا، وهذا هو التصرف الصحيح. حكى زياد لوالده بصدق وأمانة ما حدث ففرح به. الله، نهاية القصة بتاعتنا نهاية جميلة، بتعلمنا الصدق والأمانة، وإن الإنسان عندما يجد شيء لازم يرجعه لصاحبه. وبكده يا ولاد نكون النهاردة قرأنا مع بعض قصة الصدق والأمانة، وتعلمنا ان من الصدق ان احنا نحكي كل حاجة حصلت معانا، ومن الأمانة ان احنا لما نلاقي حد ضايع منه حاجة واحنا نلاقيها لازم نرجعها له على طول. وبكده نكون النهاردة تعلمنا درس جديد من دروس الأخلاق ومن دروس التربية الإسلامية، وهو الصدق والأمانة. أتمنى نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.